امتى اقدر اودي اولادي او انا ابتدي اتدرب تايكوندو؟ من واقع خبرتي كمدرب وحكم دولي لفريق المصري لعروض تايكوندو، احنا بنقدر نمارس رياضه تايكوندو او رياضه الدفاع عن النفس ابتداء من 4 سنين. بنقدر نعلم الاساسيات المبدئيه الخاصه بالرياضه، اللي هي ممارس مثلا عام بيمارس اللياقه البدنيه، المرونه، يبتدي يتعلم ازاي يضرب بايده، يضرب برجله، يتمتع بنظام الاهداف الثابته والاهداف المتحركه، الاهداف اللي فيها تقنيات معينه المدرب بيعلمها. فمن هنا بنقدر نخلي الممارس يقدر يمارس من 4 سنين لغايه لما يوصل ل7 سنين. اول بطوله بنلعبها تحت 8 سنين وتحت 10، وبعد كده تحت 12، وبعد كده مرحله الشباب، وبعد كده الكادت والجينيور والسينيور، لغايه طبعا الرياضه عندنا في الرياضات هي طبعا رياضه اولمبيه، لغايه 60 سنه ممكن الانسان يقدر يمارس رياضه تايكوندو. طيب كابتن، هل التايكوندو رياضه بتتلعب بشكل جسم معين، وزن معين، طول معين؟ هو احنا عندنا الرياضه اصلا فيها تقريبا كل الموازين، بنقدر نلعب من الموازين الصغيره لغايه الموازين الهيفي ويت. فدي بتخلي الانسان يقدر يمارس رياضه تايكوندو حسب خبرته، اللي هو درجه الرتبه اللي بياخدها اللي هو الحزام، والوزن الحقيقي اللي بيحطه الاتحاد اللي هو المحلي او الاتحاد الدولي. يعني ايا كان مسابقه محليه زي بطوله الجمهوريه او بطوله القاهره اللي بيعيش فيها الولد في المنطقه بتاعته، او بالنسبه للبطولات الدوليه بالنسبه لمراحل الناشئين والشباب والكبار.